أهلا بكم في السلطة الرابعة، والبداية بأبرز ما تناولته الصحف والمواقع المحلية والعربية والعالمية. في الصحافة المحلية، موقع يمن مونيتور يتناول كشف المبعوث الأممي عن مسار خطة تسوية شاملة في اليمن وتحذيره من البعد الإقليمي للحرب. وفي الصحافة العربية، موقع العربي الجديد يسلط الضوء على طريقة تعاطي الحكومة المصرية مع الحرب في اليمن بعد طلب خليجي للجيش بالتدخل. ودوليا، موقع وكالة الأناضول ينقل تحذير غريفيث من عدم وجود أي بوادر انحسار للأزمة اليمنية ومطالبته بدعم دولي الاقتصادي والأعمال الإغاثية. تحدث موقع يمن مونيتور عن إطار الخطة الشاملة للتسوية التي يعمل على إعدادها المبعوث الأممي لدى اليمن هانس غرونبرغ، والذي سيبدأ سلسلة المشاورات بين الأطراف الأسبوع القادم. جاء ذلك في كلمة ألقاها المبعوث الأممي خلال جلسة خاصة باليمن في مجلس الأمن الدولي عقدت يوم أمس الثلاثاء. وبحسب الموقع، فإن خطة المبعوث الأممي تبدأ من إنشاء ثلاث مسارات سياسية وعسكرية واقتصادية، بحيث يمكن معالجة مصالح أطراف النزاع في سياق أجندة يمنية أوسع. ويضيف المبعوث أنه سيعمل على عقد عدة لقاءات مع الأطراف المتصارعة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والسياسيين والأمنيين والاقتصاديين بهدف تحسين هذا الإطار وفق الأولويات العاجلة وبعيدة المدى. وأشار الموقع إلى أن المبعوث الأممي أكد على خطورة التصعيد الحوثي الأخير ونقل الصراع إلى أبعاد إقليمية، وقال إن الحرب تخاض في المجال العام بخطاب عدائي مصحوبا بترهيب واحتجاز ومضايقة الصحفيين والناشطين. وأكد أيضا على ضرورة حماية حرية الصحافة والإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين والنشطاء السياسيين المحتجزين دون قيد أو شرط. تناول موقع الثورة نت تأثير الحرب على التنمية المستدامة في البلاد، والتي أدت إلى تراجع في الناتج المحلي للبلاد والتدهور في المستوى المعيشي والخدمي. جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب ضمن فعالية مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية في القاهرة. وبحسب الموقع، فقد أكد الوزير على انكماش الاقتصاد الوطني بسبب الحرب بواقع 50% خلال الفترة من 2015 وحتى 2019. وبحسب نتائج دراسة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، فقد قدرت الفرص الضائعة في الناتج المحلي التراكمي بحوالي 126 مليار دولار نتيجة الحرب. كذلك أشار الموقع إلى ما قاله الوزير بأن اليمن أصبحت ضمن فئة التنمية البشرية المنخفضة في المرتبة 178 من أصل 189 دولة عام 2019. وأضاف بأن نسبة البطالة قد تجاوزت 35% بحسب التقديرات. ولفت الوزير إلى تفاقم الوضع المالي الحكومي، حيث ارتفع العجز إلى حوالي 15% من الناتج المحلي عام 2016، وتراجعت الضرائب 30%، كذلك تراجعت عائدات النفط والغاز إلى 80%. ويضيف الوزير بحسب الموقع بأن العملة الوطنية قد تدهورت بمعدل 500% مقارنة بعام 2014، ما أدى لارتفاع الأسعار وتأثيرها على المواطنين وتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي وأزمة كذلك أزمة المشتقات النفطية. وأشار الوزير إلى ارتفاع نسبة الفقر منذ انقلاب الميليشيا حتى اليوم إلى 78% من السكان. تناول موقع يمن شباب نت دعوات حكومية لأهل المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بعدم ترك أولادهم فريسة لميليشيا الحوثي لزجهم في مهلك الحرب. جاء ذلك على لسان وزير الإعلام والسياحة والثقافة معمر الإرياني خلال زيارة تفقدية للجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب برفقة رئيس هيئة الأركان الفريق ركن صغير بن عزيز. ونقل الموقع كذلك ما قاله الوزير بأن العالم أدرك صعوبة التعايش مع ميليشيا الحوثي في ظل ما تحمله من أفكار إرهابية وممارساتها المستمرة ضد المدنيين،
أضاف بأنها تكشف من خلال تهديدها للسلم والأمن الإقليمي والدولي خطورتها، وليس على اليمن فحسب بل على المنطقة والعالم. وأشار الموقع إلى تحميل الوزير المسؤولية لميليشيا الحوثي في إشاعة الفساد والمجاعة وإراقة الدم وضرب الوحدة الوطنية من أجل عودة مشروع الإمام برجعيته وتخلفه ورهن اليمن ومستقبله للمشروع الإيراني. وأشار الموقع إلى تأكيد رئيس هيئة الأركان على قدرة القوات المسلحة في صناعة التحولات الوطنية بفضل التضحيات والتفاف الأحرار والشرفاء من أبناء الوطن وبدعم الأشقاء، موضحا أن الشعب وقواته المسلحة وقيادته الشرعية يقفون في معركة المصير والهوية ضد الإرهاب الإيراني وميليشياته. ونقل الموقع كذلك تأكيد رئيس هيئة الأركان على المضي في معركة استعادة الدولة وتحرير كامل اليمن من دنس الميليشيا ورفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني. وعربيا، تناول موقع العربي الجديد تقريرا عن ما دار من تجاذبات في أروقة مؤسسات الدولة المصرية بسبب شكل وآليات التعاطي مع الأزمة اليمنية وتقاطعاتها الإقليمية. وبحسب الموقف، فقد جاءت هذه الخلافات داخل دوائر صنع القرار المصري على وقع مطالبات خليجية بدور أكثر فعالية لمصر في الأزمة اليمنية. ويشير الموقع إلى أن الطلب الخليجي أثار جدلا بسبب تبني فريق داخل دائرة الرئيس المقربة للمطلب الذي كان سيترتب عليه امتيازات ومساعدات اقتصادية سخية لمصر. ويضيف بأن المؤسسة العسكرية ممثلة برئاسة الأركان رفضت المشاركة بشكل قاطع، والتي تمانع الانخراط في أي عمل عسكري مباشر في اليمن. ويتحدث الموقع كذلك عن اجتماع عقده رئيس الجمهورية المصري مع قادة الجيش، وتم الاتفاق على إرسال فريق من الخبراء العسكريين مكون من 7 أشخاص وصلوا إلى محافظة جوه الشهر الماضي، حيث انضموا إلى غرفة العمليات الميدانية. ويوضح الموقع بأن المشاركة المصرية في الحرب اقتصرت على نشر قطع بحرية في جنوب البحر الأحمر لتأمين الملاحة البحرية قبل أن تعيدها إلى قاعدة برنيس البحرية. ودوليا، نقل موقع وكالة الأناضول التركي تحذير وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث من عدم وجود أي بوادر لانحسار الأزمة في اليمن. جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن في الجلسة التي عقدت يوم أمس الثلاثاء الموافق 15 فبراير في نيويورك حول تطورات الأزمة اليمنية. ونقل الموقع عن المسؤول الأممي أن الحرب في اليمن لا تزال تمثل تهديداً لحياة الملايين في جميع أنحاء البلاد، وأنه حتى الآن لا توجد أي علامة على الانحسار. وأشار الأناضول كذلك إلى أن جريفيث تحدث عن سقوط 650 ضحية مدنية خلال الشهر الماضي فقط بسبب سقوط المقذوفات على المناطق المدنية وبسبب الغارات الجوية، وهي أعلى حصيلة منذ 3 سنوات حتى اليوم بمعدل 12 ضحية يومياً. وبحسب الموقع، فإن جريفيث أكد على أن المعوقات والعراقيل التي توضع أمام أعمال الإغاثة تمثل مشكلة رئيسية إلى جانب التحديات الأمنية وكذلك التحدي الأكبر والمتعلق بالتمويل. وأشار موقع الأناضول إلى تأكيد المسؤول الأممي على ضرورة ضخ العملات الأجنبية في شرايين الاقتصاد ورفع القيود المفروضة على الواردات التجارية واستخدام عائدات الضرائب لدفع مرتبات القطاع الحكومي. وفي ختام السلطة الرابعة، أشكركم على طيب المتابعة وأترككم مع هذا الكاريكاتير.